شوفي الفنانة ماجدة الصباحي طبعا يعني هنقول من ضمن أعمدة تاريخ السينما المصرية، وزي ما بيطلق على الفنانات اللي مثلا في نجمة الجماهير، سيادة الشاشة العربية، مش عارف ايه، لا انا 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 يعني وجهة نظر انا بسميها سيدة الشاشة الوطنية، لان فعلا هي كانت مهتمة بشؤون الوطن والوطن العربي كله مش مصر الواحد. وقدمت افلام زي جميلة ابو حريد، وزي في فيلم قدمته عن اكتوبر، حرب اكتوبر، اعتقد العمر اللحظة يعني على ما اذكر، بس هي قدمت فيلم عظيم جدا عن انتصارنا في حرب اكتوبر، بجانب ان الفنانة ماجدة قدمت ادوار متعددة كثيرة جدا جدا، عملت الرومانسي وعملت الفقيرة والغنية وعملت الفلاحة والصعيدية، عملت يعني أدوار متنوعة تضعها على يعني في قمة قائمة تاريخ السينما المصري. كنت بحبها قوي لما بتقدم قضايا المرأة، لأن أنا مهتم بقضايا المرأة وبيطلق عليا نصير المرأة. كل المحاضرات والندوات اللي أنا بروحها بيستدعوني عشان أتكلم عن المرأة من بداية التاريخ لحد النهاردة، لأن المرأة القضايا بتاعتها مش هتنتهي. يعني لو احنا حلينا القضية من هنا في قضية جديدة بتظهر من هنا، لأن المرأة أصلها يعني أنا في وجهة نظري المرأة ربنا خلق كل حاجة جميلة، كل حاجة في الدنيا جميلة، خلق الأشجار، خلق البحار، الزهور، خلق كل حاجة، بس أجمل ما خلق ربنا هي المرأة إلى حقيقة. فالمرأة تحتاج كل تقدير وكل احترام وتحتاج وكل اهتمام، لأن المرأة دي هي نقول نص المجتمع والنص الثاني هي اللي خلفته أو اللي جابته. فنانة ماجدة تعرضت لقضايا كثيرة جدا للمرأة، وأعتقد أن هي في أفلام عملتها سنة قوانين من بعد هذه الأفلام، قوانين جديدة لصالح المرأة.